تسلم في الجزائر لهذا الشيوخ من بعد 25 سنة هاد المجاهدين اللي حرروا لنا البلاد لا من الناحية الثقافية ولا كل حاجة، وهم من ثلاثة تاع أكبر صيادين على مستوى ولاية تلمسان، وجبنا إكسبري واحد من سبدو واحد من بني وعزان وواحد من سير دامنا، جبناهم هم وهنا نكرموهم إن شاء الله نعطيهم البرميت الشخص تاعهم. اليوم هذا مكسب جديد بصدور أول رخصة صيد، لكن البقية لا تزال تناضل من أجلها الفيدرالية الوطنية للصيادين، وهي صدور أول إجازة صيد مع تقسيم الأراضي لأجل المزارعة حتى تستفيد كل جمعية عبر كامل التراب الوطني من نصيبها في هذا المجال.